وعن سبب إعلان قصيدة موجة في فكرة. حبيبتي أنا الخائن وأنا الكاذب المشرد وأنا العشب الربيعي في الطريق الوعد. حبيبتي أولجت إليك وطنا ولاجئي الأرض المغتصبة وفتاتين سمراوين يحملن في داخلهن امرأة البشتون وأمي المخضبة بالدمع بالجزع في استراحتي عن رؤية العائلة. لكنك تذكرين مثلي أني فارقت أمي أثناء بصقي من رحمها. حبيبتي أنا المشهد التراجيدي الفريد وأنت المتفرجة الوحيدة. تصفقين وفي أذني مليون آهة. لا بأس لا بأس، كلانا كذبة ابتدعها رب في حالة ليلية وساقيها بشر مثلنا. ثم كالمطر نحن رش فطش فطل في أرزقة الوطن الشريف. ولنا في كل البياض كسرة خبز أنت وقلبك وما به من وصل لظهري عبر السنين. ولن أصابه النصر أنا المدعى عليه من ميكافيلي في يوتوبيا الناظر إلى سقف الحكومي. أنا الساكت المعذب وأنت الفستان المهدى إلى الوحي. لا بأس أيضا، أنا أصغي جيدا بوضوح إلى سكوت طفلة السبية. هذه القصيدة المرمية من قبل في قبو حكومي. حبيبتي علي لا ملامة ولا عتاب ولو ابتعاد. عودي مؤمنة بي، حبي لن ينقص. نحن مشبوهون في مجتمع الفوبيا ورؤية السياسية بدأت تنضب وكثيرون هم الوشاة ولا ألومهم. فسعر الحرية تعلو كعلو نسر يهرب من سماء. وإياك أن تقتفين فالسبيل إلينا شقاء. لا غاية حجم الشيء الفكرة اللي انت رسمتها في خيالك ابدعت وين توصلها. استاذ ابراهيم خطار صح يا استاذ، ما شاء الله اول شيء عندك الاسلوب على القاهره في ذي في بحر خصوصا. انا مش احلام عشان اقيمك جدا رائع. الله يخليك رب الله. والان سنسمع لضيفينا الكريمين وهم اصبحوا منا، ونبتدئ بالاستاذ اسعد فليتفضل.